ها مؤتمر وطني ما داير اها معلوم السودان ما في الاخره ما داير مش في الدنيا ما ينفع ما ينفع إيه لا ما ينفع معنا مؤتمر وطني ما ينفع لا معلوم فيش يعني ما ينفع الحاصل مؤتمر وطني مؤتمر وطني هزب ما ينفع معلوم كلم ايوه مؤتمر وطني هزب ما ينفع وري نازل اسمك وريه وريه تي ما ينفع مؤتمر وطني ما ينفع وري نازل اسمك مؤتمر وطني اسمي موسى محمد موسى ابو طاهر من جابيت كلم من ايوه يعني اصل انت مره فاتت اتكلمت عن القروش القروش اللي قلت قبضها دي قروش ضيافه ضيافة ضيافة منو؟ ضيافة الرئيس ضيافة أمهم ها؟ ضيافة منو؟ ضيافة قد منو؟ ها؟ خليه يقبضوني دايما ده الشايقي خليك يقبضوني مؤتمر وطني مؤتمر وطني ما دايري 20 سنة 30 سنة حكم ثاني ما دايري مؤتمر وطني في السودان ما دايري كلام ده مؤتمر وطني شغال مراسله قبل كده ما دايرين مؤتمر وطني ده راينا نينا راينا وكلم موسى محمد موسى ابو الطاهر من جابيت دي حريه الراي والافكار حريه الراي والافكار ايوه حريه التعبير والراي العام ايوه وديه بعدين بالنت مؤتمر وطني ما دايرين بنات جننا جن المؤتمر الوطني يجينا همار دايرين من الشارع غير مؤتمر وطن خلي يجينا نعجة والله همار تجينا دايرين بس مؤتمر وطن ما داير ولا بس ولا سنوات ولا شغال فيها مراسلة ما دايرين قبل كده ضد المؤتمر الوطني يا خوان الناس يا امشي شنو بالله ما انت وش هنرفع تعال ارفع قديش كيف ما دايرين ما دايرين النهاية؟ نهاية ما دايرين مؤتمر وطني ما ينفع معانا مؤتمر وطني تحكم 30 سنة ما ينفع معانا خليه يجينا أي لا ما ينفع معك سبب شنو يعني؟ سبب شنو؟ سبب يعرفوها براهم يعرفوها براهم كيف؟ تعال تعال ما ورينا ورينا السبب شنو انت لما تقول انا حاجه دي ما دايره في سبب لغو ماو عربات ويورو قروش ها لغو ماو كتب بتاع دين لغو ماو لا لا للدنيا لا للدنيا قد عملنا كده هي لله هي لله يقولوا يسرقوا اي حاجه شكرا لك موسى